تمام سلام لنعود وندخل في المحاور الداخلية. قلت بتأمل بعد العيد إن شاء الله نعطي هالأمر جهد إضافي وجهد يعني نهائي لنشوف على شو حتستقر هالأمور. خطوط مع كل الجهات ومع كل القوى السياسية لم تخفل في لحظة، وخاصة مع الرئيس برية، ولكن وتيرة تفعيلها ووتيرة إنتاجها يعني بتخفت شوي، بتضعف شوي، وبترجع تنشط شوي أكثر، ولكن أنا منفتح على الجميع، وقلت هالكلام من أول الطريق وموجود للتفاعل مع الجميع. مهمة تشكيل الحكومة ليست مهمة سهلة في هذه الظروف، ولكنها لا يجب أن تكون مستحيلة. قلت أنه إن شاء الله ليس ببعيد هذا الأمر، وإن شاء الله بعد العيد نتمكن من الكلام بوضوح أكثر حول هذا الموضوع. كما قلت كل الصيغ ما زالت مطروحة، كل الاحتمالات مفتوحة. هذا بالنسبة لي كرئيس مكلف، لأني لا يمكن أن أغلق الباب على أي تصور. أما بالنسبة للقوى السياسية، هذا يشد في هذا الاتجاه وذلك يشد باتجاه الآخر، ويطرح يطرح صيغة من هنا وصيغة من هناك، هذا أمر منتظر. شكرا. 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 شكرا.